أكيد عايزين نأكد ونطمن المواطن والمشاهد أكتر بأن ما فيش أساس لصحة الشائعات اللي كل فترة فعلا بنسمعها أن في ارتفاع في أسعار الدواجن وغيره. بالتأكيد حضرتك كل ما ذكرتيه صحيح 100%، أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية ولا استراتيجية خلال الفترة الحالية. كل السلع مؤمنة، الاحتياطيات كافية، مخازن شركاتي الجملة سواء العامة أو المصرية بها كميات كبيرة جدا من السلع تكفي حاجة الاستهلاك، وهناك احتياطيات كبيرة جدا. الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدورها تقوم بتعزيز هذه الاحتياطيات وتأمين السلع، واحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك. هناك كميات كبيرة جدا من الزيوت والمسلي والدقيق واللحوم والدواجن وكل احتياجات الشهر الكريم تم التعاقد عليها وتم تدبيرها. وبقول لحضرتك كميات كبيرة جدا، بنتعهد ان الشهر الكريم سوف يمر بدون اي ازمات، بإذن الله. والاسعار مستقرة وفي الحدود اللي موجودة. زي ما قلت حضرتك ان هناك بعض انواع السلع تم تخفيضها، وهناك تخفيضات قادمة جدا إن شاء الله، لأن الشركة القابضة للأسعار الغذائية بتتبع منهجية جديدة في شراء السلع من خلال الشراء المجمع، وده بيدينا أسعار جيدة وجودة عالية جدا في السلع، وده بالتأكيد بنعكسه على السادة المستهلكين سواء في المجمعات أو من خلال شركتي الجملة البقالة أو البقالة التمويلية. طيب ده بخصوص شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله يكون بأفضل حال ويسعد كل الأسر المصرية، لكن ماذا بعد الشهر الكريم؟ هل نقدر نطمن جميع الأسر المصرية أن لن تحدث أزمات أخرى زي أزمة السكر اللي حصلت السنة اللي فاتت، أو أزمات يعني سلع أساسية بالنسبة لهم؟ أزمة السكر اللي كانت موجودة في آخر 2016 ومطلع 2017 أصبحت من الماضي. كميات السكر بتكفي ما يزيد عن 4 شهور ونص اللي موجودة دلوقتي، كميات موجودة على الأرض فعليا، بالإضافة إلى محصول السكر الجديد دخل من أول يناير ومستمر حتى بداية شهر مايو القادم، سواء فيما يخص قصب السكر أو البنجر. واحنا بننتج حوالي 2.2 مليون طن خلال موسم عصر القصب او موسم البنجر، وبنستهلك حوالي 3.2 مليون طن، الفجوه مليون طن بيتم استيرادها. ومع ذلك حضرتك احنا بنتكلم على محصول موجود هينتج 2.2 مليون طن وكميات موجوده على الارض. فالسكر لو اضفناه للانتاج بتاع الموسم الجديد مع الاحتياط اللي موجود، بالتاكيد عندنا احتياطات تزيد عن 7 اشهر.